عايز اقول لشوبير كان فيه خدت درس النهارده بقول لك خدت درس جنى الزمالك الشجاع النهارده فرق 9 نقط بيننا وبين الاهلي اللي انتوا كنتوا فرحانين قوي بقى جمهور اللي مش عارف كان فيه ماتش فيه جمهور ومش عارف ايه ومختار يحيى هيبيع الماتش ومختار اخبار مختار معاكم ايه مختار اول ربع ساعه جولين اخباره ايه عيب الاهلي بيلعب بشرف الزمالك بيلعب بشرف مصر بيلعب بشرف الاسماعيلي بيلعب بشرف لازم تتعلموا ان ده مش اعلام وقول لمحمد ابو العنين من فضلك ما ينفعش يا محمد ابو العنين اللي يحصل في قناتك عشان تصل عندك بعد المباراه بالظبط كده خلاص والدوري ضاع من والدوري ضاع من الزمالك ومبروك من النادي الاهلي لا مبروك للفريق اللي هو تعب السنه دي في الصفقات وبقول لك تاني يا شوبير انت وخالد بيبو والست شاديه اللي قرفانه مش هتفتكرها دي عايز اقول لكم حاجه بس صغيره هم عارفين شاديه البت الرئاسه والطبال بتاعتها عايز اقول لهم حاجه بس صغيره الاهلي ما جابش السنه دي في الصفقات الجديده الا واحد بس جون انتوني تمام تعالى اتفرج على صفقات الزمالك ان شاء الله السنه دي